سهام النهارده بينطلق من مدينه السلام، مدينه شرم الشيخ، بينطلق صباح اليوم موافق 15 يونيو اعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، واللي بيعقد في مدينه شرم الشيخ خلال الفتره من 15 ل 16 يونيو 2022 بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بمشاركه السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وبيشهد المؤتمر كمان مشاركه مكثفه من وفود برلمانيه من اكثر من 60 دوله، بالتأكيد فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة. وكمان بيتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر البرلمانية الشابة، وبالتأكيد بيبقى لهم وجهة نظر مختلفة، بنلاقي التفكير زي ما بيقولوا كده خارج الصندوق، وده بيمثل المرة الأولى اللي بتعقد فيها دولة مؤتمر برلماني منفصل قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اللي المفروض زي ما احنا كلنا عارفين زي ما حضراتكم عارفين المفروض هتنطلق إن شاء الله، هتستقبلها مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم بإذن الله. وده بالتأكيد بيبرهن وبيدل على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. من المقرر أن يلقي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبيعقد كمان المؤتمر على مدار يومين بواقع 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وده بالتأكيد بيشكل حالة حوارية فريدة ومختلفة تجاه قضية تغير المناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها بالتأكيد القضية الأبرز عالميا. دايما بنقول لحضراتكم هذا الموضوع لأن هذه القضية أصبحت قضية العالم، مش بنتكلم إن هي قضية دولة أو قضية حتى قارة، إحنا بنتكلم في القضية الأبرز عالميا لأن دول كتير جدا، قارات كتير جدا، وأكثرها الحقيقة قارة أفريقيا هتكون متعرضة للضرر الشديد من قضية تغير المناخ، والأكثر تهديدا بالتأكيد هي القضية الأهم والأكثر تهديدا لكوكب الأرض كله وموارده ومقدراته. كمان ستشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلماني لمكافحة هذه الظاهرة اللي بتأثر بالتأكيد على العالم كله.